نعم. يا شيخ حفظك الله، بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، هل هو من السنة وله أصل؟ أما الأذان فله أصل وحديثه حسن ولا بأس به، لكن عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء، ليكون أول سمعه النداء إلى الصلاة والفلاح. أما الإقامة فحديث ضعيف، الإقامة في اليد في الأذن اليسرى. نعم.